يلا ماما تعال اتغدى. ليش ما عم يا حبيبي ما عاد عنا بيض. هلا بيجي جده بيجيب لنا بيض. ايه ماما تعال يلا. تعميك انا؟ ما كل حالي. برافو يلا. تقبر قلبي صرت كبير وبتعرف تاكل لحالك. صب لك شاي تكرم عينك. اجي جدو يعطيك العافية. الله يعافيك. يلا تعال غدا. صح حبيبي صح. أهلين أبي. أهلين وسهلين يا أبي. شلونك؟ اشتقت لك يا جدو. شلونك أبي؟ خير أبي. تعبان شي؟ اي والله تعبان يا بنتي. يمكن كبرت هالشغل. انا صار لازم اشتغل. اشتغلي وابنك يا ابي. اسامه صار كبير بعدين بحطه عند الجيران بحبوه كثير. شو بدك تشتغلي لك بنتي؟ دبر حالي بحكي مع فادي هو بيلاقي لي شغل. والله ما بعرف شو بدي لك. الحياه قاسيه وما في رحمه. وبنفس الوقت ما بدي اياك تتعذبي وتتمرمطي في الشغل. خلص ابي انت لازم ترتاح. انا ما برتاح غير لحتى نرجع مثل ما كنا. ما برتاح غير لحتى نرجع لبيتنا. بيتنا بيكون هلا تهدم. اصلا نحن ليش ما بنقدر نرجع على بيروت؟ ما عندنا سقف نقعد تحته. اللي تدمر يا بنتي بيرجع بيتعمر. بيرجع بيتعمر. وان شاء الله لما يرجع وليد هو اللي بده يعمر. ان شاء الله. ان شاء الله يا جدو ترجع للبيت وبتلعب فيه وبتشوفه وبتكبر فيه. يلا أبي خلينا نتغدى. يلا أبي يلا. يا جدو شو بجيب لك معي كل يوم؟ مصاصة. شفت شلون أنا ما بنساك يا جدو؟ بس هي خلي لي أبي. بس هي بعد ما تاكلها. إيه مو ولا يلا جدو تعال. تعال ماما. تعال ماما تعال عندي. خلي جدو يعرف ياكل. خليه خليه معي خليه معي. بدي طعميه بإيدي. تفضل. شو طعم جدو؟ بعدين صار يعرف ياكل لحاله. عن جد؟ ايه وطعماني هلا قبل شوي. بس انا متعود على طعميه. تفضل. جبنه تاكل جبنه. زيتون. وفعلا قدرت جميله بمساعده فادي انها تلاقي شغل بمطعم وجبات سريعه. بس كان شغل مرهق ومتعب وطول النهار واقفة على رجليها لتلحق طلبات الزباين. شو بك أمي؟ راحت تشتغل وتركت ابنها لحاله؟ طيب شو بدها تعمل؟ بدها تشتغل، بدها مصاري. بس هذا ما بصير. الولد ما بصير يعيش بهالطريقة، حرام. شو قلت لي اسمه؟ أسامة. اسم حلو كتير. ما قلت لي.
كيف لحقت تشتغل بالبيت وتشتغل بالمطعم؟ ما عندي حل تاني. ماما ماما يا حبيبي ماما هي تقبر قلبي ما عاش الجوع. يلا خمس دقايق بكون الأكل جاهز، أنت روح العب موافق؟ طب تعال هات بوسة. يلا يا أنت. ماما جوعان حطيني بوسي. جايبت لك الاكل اللي بتحبه. بطاطا وبطاطا كمان. وينو جدو؟ بكلان جوا. يلا روح فيقول حتى ناكل سوا بسرعه. ماما ما عم بفيق. كيف ما عم بفيق؟ بابا بابا يلا قوم نتغدى. بابا بابا شو بابا 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 دخيلك لا تتركني لا تتركني مو هلا بابا. مسكينة هالمرة. كانت أول مرة بحياتي بشوف حدا عم بيموت وما بعرف شو هو الموت. أنت عن مين عم تحكي؟ عن الموت. الموت اللي بيسرق الناس اللي منحبهم بلحظة. الموت هو الشيء الوحيد اللي ما بده لا تأشيرة ولا فيزا لحتى نروح لعنده. شو ما كانت جنسية البني آدم ما بيأثر. عند الموت بتتساوى كل جنسيات وكل ألوان البشر. ويا ترى شو صار بجميلة بعد ما مات أبوها؟ الموت بالغربة موت تاني. موت بلا ضجيج بلا معزين بلا طقوس. موت كئيب. موت بارد بينخر العظم. بيحسسك إنك ميت سلف ومن قبل ما تمشي ورا النعش. طلعت الجنازة بأربع شباب حاملين النعش. المشهد كان قاسي كتير ولسه محفور بالذاكرة. جميلة بقية بحياتي. تسلم حياتك الباقية. جميلة الأيام اللي قضيتيهم ما راح أخصمهم عليك. كتر خيرك الله يرزقك. لا ولو هاي حالة وفاة ونحن منقدر هيك حالة. بعدين رجاء خاص إذا لزمك أي شيء احكي معي. لا تترددي أبدا. أكيد شكرا لك. بالإذن. إذنك معي.
كمان وحده. يا مالك علي كمان وحده هربوا. اهلا وسهلا. اهلين اهلين يا جميلي، الله يسلم هالايدين. ما شاء الله عنه هالاسامه هرالي ايدين تركيزه عالي. الله يسلمه ويحفظه. جميل يا سكر هي. ايه ميحة. والله يا جميلة كان انا بدي اقول لك شغلة وخايف تزعلي مني. خير. يعني يعني هي سنة الحياة. ومثل ما بيقولوا الحي ابقى من الميت. بقى عمي صار له اكثر من 40 يوم متوفي. شو يعني؟ ما فهمت. يعني اللي بقصده انه لبس الاسود حاجته. لو لبس الاسود بجيب نتيجة كنا كلنا لبسنا اسود. انا مو لابس الاسود لاني حزنانة على ابي بس. ايوه عفوا يعني عدم مؤاخذة، على مين حزنانة لكان؟ انا لابسة الاسود حزنانة على حالي على ظروفي على عيشتي. اي لا يا جميلة بدك تطولي بالك، اي مو منيح التشاؤم كل هالقد. تشاؤم؟ مو شايف شو عم بيصير معي؟ والله معك حق. على كل حال انا ماني جاي احكي مشان هذا الموضوع، انا جاي احكيك بموضوع تاني. تفضل. هذا يا ستي اجى لعندي على الشغل واحد اسمه سعد، قال هو مدير المطعم اللي بتشتغلي فيه. خير شو بده؟ عم بيشتكي مني من شيء؟ اعوذ بالله، لا والله الزلمه ما جاب سيرتك الا بكل خير، قال انت اخلاقك عاليه وكثير بتعتني بشغلك. لكن ليش اجى لعندك؟ شو بده؟ والله بصراحه قال بده اياكي. كيف يعني بده ياني؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك، قال انت عاجبتي ويعني بده يطلب ايدك على سنة الله ورسوله. انت شو عم تحكي؟ ما قلت له اني انا ست متجوزة؟ شو نسيت وليد يا فادي؟ يا جماعة وين وليد؟ يعني لو بده يبين كان بين. انا اسف اني عم بحكي معك بهالطريقة بس هذا الواقع. قصة وليد صار لازم تنسيها. لا ما رح انساها. ما بقدر انساها. وليد راجع، ليش ما عم تفهموني؟ وليد راجع، شو بكم؟ والله يا جميلة ما بعرف شو بدي لك، يعني أنا عم أحكي مشان مصلحتك، أنت لساتك صبية صغيرة، ولازم يكون في رجال يوقف جنب منك. اسمع فادي، أنا ما في غير رجال واحد بحياتي، هو وليد. وإذا كان ميت مثل ما أنت مفكر، رح يكون في رجال واحد بحياتي بس، هو ابني. أسامة. وهي نطرته وكانت مستعدة تضل عم تنطره لآخر يوم بعمرها. بس يلي بيروح ما بيرجع. هيك رأيك؟ ايه هيك رأيي، لأنه يلي بيستنى وبينتظر شي ضبابي، شي ماله معروف، شي بيجي ولا ما بيجي، بيموت من الأخ لك بيموت من الوجع. يعني انت لو كنتي مكانه شو كنتي عملتي؟ كنت تصرفت بطريقة تانية، كنت تجوزت هذا اللي اسمه أسعد إذا كان منيح. وبلكي رجع وليد؟ قلت لك، والله قلت لك يلي راح ما بيرجع. وليد ما بيرجع، ما له راجع. وشو اللي مخليكي واثقة كل هالقد؟ احساسي، لانه احساس المراه ما بيكذب، ابدا ما بيكذب عليها، والمراه بتلحق احساسها. وجميله يا حرام عم تكذب على حالها. انت عم تحكمي عليها بدون ما تعرفيها. مين قال لك ما بعرفها؟ بتعرفيها لجميله؟ كيف؟ مو انت حكيت لي عنها؟ وبعدين أنا بعرفها لأنه مرة. ما في مرة بالعالم إلا بتلحق أحساسها، وكل النسوان بيفكروا بنفس الطريقة. شو طولت الجلسة اليوم؟ إن شاء الله يكون في نتيجة. من قلبك هيدا الحكي؟ وإنت ليش هيك عم تحكي؟ لأن إذا رجعت لها ذاكرتها رح تروح ذاكرتك أنت. ما علينا، قريتي شي من هالديوان؟ قريت شوي بس بعد بدي كمل. شو رأيتي؟ شو قصدك؟ قصدي إنه عادة الشعر بيعبر عن اللي كاتبه. الشعر كله وجع، كله قهر، سويت يا هاي سويت،
وهيدا الشيء زعجك؟ أكيد وخوفني كمان. حاسة إنه في أمل؟ حاسة إني مش حاسة بشي. شفتي إنه نحن فلاسفة؟ أكبر دليل أنت. أخليك ما علينا، هو سوري ولا لبناني؟ هو بيو لبناني وأمه سورية وربي بسوريا. شرفي عالشغل. المشكلة إنه هذا البني آدم اللي اسمه سعد كشر عن أنيابه الحقيقية وبلش يضايقها بالشغل. إيه مثل العادة، في رجال لما بيشوفوا مرة هيك وحدانية ما بيوفروها. صباح الخير أستاذ. جميلة ليش متأخرة لهلا؟ زحمة طرقات. هذا عذر مرفوض، كان بإمكانك تطلعي بكير وتجي على دوامك بكير. صدقني طالعة قبل بساعة. جميلة التزام للموظفين خط أحمر عندي، ما بتنازل عنه أبداً. بعرف أستاذ بس بدون بس، اعتباراً من هلأ بتداومي بالمطبخ. بالمطبخ؟ أنا صرت أعرف أشتغل كتير منيح بالصالة. بظن كلامي واضح، يا أما بتداومي بالمطبخ يا أما بتتركي الشغل. لا خلص خلص مثل ما بدك، بيشتغل بالمطبخ. تفضلي لشغلي. حاضر. ديالا ديالا اعتبارا من هلا بتستلمي محل جميله بالصاله. تفضلي لشغلي. ما كان في عندها خيار ثاني، اضطرت تشتغل بالمطبخ وتقشر بطاطا طول النهار لحتى تقدر تعيش ابنها، تعيشه بكرامه وما يحتاج لحدا. ومثل ما بيقولوا كانت اللقمه مغمسه بالزل. المعادله كانت صعبه، لحتى يعيش ابنها بكرامه لازم هي تعيش بذل بكل لحظه. يا لطيف شو طلع ندل؟ للأسف كان ندل معها وضل يزعجها. لقمة مغمسة بالدم، الوجع بيضل ملاحق المرأة الضعيفة، وأصعب شي بهالحياة إنك تكون ضعيف وحيد ومكسور من جوا. ولأنها كانت اسم على مسمى كانت فعلا جميلة، صار يجيها كل يوم والتاني عريس، صاروا يتنافسوا مين رح يفوز بقلبه. وهي قلبها مع مين؟ قلبها مع وليد. ولإمتى بده يضل قلبها معلق بالوهم؟ ليتحول هذا الوهم لحقيقة. وإجا اليوم اللي نطرته جميلة، اليوم اللي كانت جميلة تستناه بدون ما تمل من الانتظار، لأنها كانت بتعرف إنه هذا اليوم رح يجي. نقزتني. تعال لقلك. تعال لقلك. أنا بدي وجهي. أنا بدي وجهي. هيك لك أنا عم تضرب الطابق. علي. يا زوجي. أيوة أيوة. مين؟ أهلين فادي، تفضل. السلام عليكم. أهلين. والله معي ضيف أنا. مين الضيف؟ لتكون جايب لي عريس جديد. والله هو عريس جديد، بس هالمرة عريس غير شكل. ما خلصنا من هالقصة، أنت ما بتتعب. أنت شو في بالأول؟ فادي.
جاية. طيب وين كان كل هالسنين يلي مرقت؟ وليد بعد ما طلع من بيته انخطف. ايوه انخطف وتعذب وعاش اوقات صعبة كتير. بعدين صارت معركة بين الميليشيا اللي خطفته وميليشيا تانية. قدر بهي المعركة انه يهرب وينضم للطرف التاني، يعني لحتى يحافظ على حياته. وهيك فينا نقول انه فات بلعبة الحرب، او الحرب انفرضت عليه مثل ما انفرضت على كتير من الشباب اللبناني. يا حرام. وضل فترة منيحة بعيد عن بيته، كان عم يبعث رسائل واخبار بس ما كان عم يصل شيء. ما كان بيعرف انه عيلته تركت بيروت وسافرت على الشام. يا علي، بيكون انشغل باله، كيف قدر يتحمل كل هالشي؟ هي قسوة الحرب يا أمي، وهي قوانينها اللي ما بترحم. اي والله معك حق. كمل، لشو سكتت؟ ما كان عندي خيار تاني، كان لازم لحتى حافظ على حياتي يا كوم يا ما، كان لازم احمل سلاح مع الناس يلي خلصوني، مع الناس يلي ردوني للحياة بدون ما أسأل، بدون ما أعرف مع مين، بدون مين، بدون ما أعرف السبب. لأنه بالحرب ممنوع الواحد يسأل، مش لازم يفكر، لأنه اللي بفكر فجأة لقيت حالي بنص المعركة، ما كان عندي أي خيار، يا قتل يا مقتول. بغض النظر عن الحرب، عن أسبابها ومبرراتها، فكرة القتل بحد ذاتها هي اللي كانت بشعتي. حتى لو كان لي قدامك عدو مفترض، مش أي إنسان بيقدر يستوعب هذه الفكرة ببساطة، إنه فجأة تلاقي حالك بنص المعركة حامل سلاح وعم تنهي حياة إنسان ابن بلدي بكبسة على الزناد. فكرة همجية بربرية بدائية. حسيت على حالي مثل الإنسان البدائي، مثل إنسان الكهف اللي كان القتل عنده كان من أجل البقاء، هي الغريزة الأولى. يا الله يا وليد، قديش كنت عايش بظروف صعبة؟ كان السؤال يلي عم يدور براسي إنه ليش؟ ليش هيك عم نعمل بحالنا؟ إنه معقول الإنسان بهيدا العصر يحل مشاكله بهيدي الطريقة؟ معقولة بعد كل هالحضارة والتمدن يلي وصلنا لهم نتصرف بطريقة الإنسان البدائي؟ إيه يا جميلة، إيه. اكتشفت إنه كل اللي تعلمناه كذب، حياتنا كلها كذب بكذب. اكتشفت إنه جوات كل واحد منا في وحش، وحش بدائي ناطر هيك فرصة لحتى يقدر يطلع. وانت طلع منك الوحش؟ ما انا مثل غيري يا جميل، بالحرب بتعطل العقل، بتتعطل كل الحواس، كل الغرائز الا غريزة البقاء. لما تشوف الموت حواليك بتصير تتمسكي بالحياة بأي طريقة. لما تشوف رفقاتك عم بيموتوا، أجسامهم عم تتخسى وعم تتفحم، أشلاءهم عم بتطير من عندي، بصير همك الوحيد إنه ما تلاقي نفس المصير. والله يا وليد كلامك الوجع لله. هيداك كان الوجع الحقيقي يا جميل. أنا قتلت أكثر من مرة، حولت لوحش لقاتل في نسوان اترملوا من ورائي، في أطفال يتموا من ورائي،
في امات تلوعت على اولادها بسببي. انا صرت وحش يا جميل، صرت وحش. حبيبي طول بالك طول بالك، صدقني هذا اللي صار معك انت مانك مسؤول عنه. انت عم تقول ما كان عندك خيار تاني، كل شيء انفرض عليك. قد ما نجرب نجمل الفكره رح تضل حقيقه بشعب كثير. بكره الايام بتنسيك اللي صار معك. ما بفتكر. لا كيف صار معك؟ كنا صرنا باخر ايام الحرب، كنا خمسة على الجبهة، نزلت علينا قذيفة، ثلاثة من رفقاتي ماتوا بلحظتها، أنا ورفيقي صوبنا، رفيقي بظهره وأنا بإجري، علاجوني شهور بالمستشفى ما نجح العلاج، اضطروا للبتر. الحمد لله على سلامتك، المهم انك رجعت لنا. كنت بتمنى لو اني نصبت من اول يوم، يا ريت نصبت اول يوم ما شفت اللي شفته. الله يلعن الحرب وابو الحرب. ليش الحرب؟ ليش؟ لو اعرف ليش يا امي كنت جاوبتك. كثير تعاطفت مع جميلة والظروف الصعبة اللي مرت عليها. هذا شيء طبيعي. ايه الحمد لله، الحمد لله يلي هلأ رجع لجوزها ورجع لابنه وعاشوا مثل ايام زمان. اللي بيروح على الحرب يا امي بيشوف مآسيها، صعب يرجع مثل ما كان. شو قصدك؟ الحرب اذا ما قدرت تشوهنا من برا بتشوهنا من جوا، بس الأصعب إنه تشوهنا من برا ومن جوا. ليش؟ بعدين شو يلي صار؟ يلا أنا ما بتأخر، جيب لك شي معي؟ لوين رايحة؟ عالشغل. خير في شي؟ طيب انت شو رح تعمل؟ شو بدي اعمل يعني؟ ايه عيدان؟ ايه روق. طيب انا رح مر لعند فادي اللي يجي لعندك. يلا بخاطرك. أهلين أستاذ. مضبوطة هالخبرية؟ عم يقولوا زوجك رجع. إيه الحمد لله، رجع بالسلامة. إيه مبروك، الحمد لله على سلامته. الله يسلمك. قولي لي جميلة، أنت مرتاحة بالشغل هون؟ الحمد لله على كل شيء. جميلة إذا بدك فيكي ترجعي لشغلك على الصالة من بكرة. عن جد أستاذ؟ شكرا كثير، شكرا. يعطيك العافية. ظروف الحرب وحالة العجز حولت وليد لشخص عصبي ومتوتر وعدوان. أتاري الحرب مو بس بتعمل خراب بالحجر، كمان خرابها بيوصل لنفوس البشر. خلاص بابا بلا لعب. بدكم يلعب الصبي لعب، انت ركز معي، نهايتك قربت. ها اجدوا من زمان. اذا ما معك خبر يعني. مرحبا. كيفك حبيبي؟ الله يسلمك. هاد بوسك. ها فادي عنا، اهلا وسهلا. تعال شوفي جوزك يا جميله. شو ربحان؟ شو ربحان؟ انا ربحان. ايه لسه النهار باوله، لسه بدنا نتغدى كمان، رح ساوي لكم كاسه شاي. يلا. العب العب سبحان. العب اسمع الصوت. لعبت لعبت العب انت. عمى بقلبك عمي
قرب لعندي لهون اشوف قرب. لك شوف في شو صاير؟ ما صار شيء يا جماعة، طولوا بالكم. كم مرة قلت لك ما تلعب الطابة نحن عم نلعب طاولة؟ كم مرة؟ معلش اتركه. لك وين بده يلعب الولد؟ شو وين بده يلعب؟ ما يلعب قدامي. طول بالك ولي، طول بالك. ما بدي طول بالي على حدا، بدي ارجع اربيه من اول وجديد. لك ليش عم تضربه وعم تصرخ عليه؟ ما عم بضربه، خلص فوت انت. فوت ماما، فوت لعب جوا. شو بنا يا وليد؟ شو صار لك؟ ايه طول عمرهم الاولاد الصغار بيوقعوا اغراض وبيكسروها، وين المشكله؟ عمول معروف فادي، ما تتدخل بشغلي مالك فيها. انا بدي ربي ابني على سوي. بدك تربيه؟ ليش انا ما ربيته؟ خلصنا يا جماعه، ما تعملوا لي منها قصه، ما كلها شنطه الدينه. لا انا لازم امشي صار. عود نتغدى سوا. لا لا وليد معصب، خاف نتغدى مره ثانيه. كيف شايفني معصب؟ هاي معصب انا؟ لا لا مو معصب، هدي يعني انت خاطركم. الله معك. على فكره وليد، طول فتره غيابك ما حدا مد ايده على اسامه. مش هيك طالع عنيد وراسه يابس. فوتي اعملي لي شاي اذا بتريدي. تاني يوم صار موقف أصعب من الموقف الأول. خلص لعب أسامة، فوت لجوا، طوشتني. صار ما تعلمت مرة الماضية. خير شو في؟ خير؟ عن أي خير عم تحكي؟ ليش شو صاير؟ ليش تأخرتي؟ كان لازم توصلي من ساعتين. إيه حبيبي؟ أنا اليوم بلشت أشتغل ساعتين إضافيات. بلشت تشتغلي ساعتين إضافيات؟ إن شاء الله كل يوم بدك ترجع هيك متأخرة. ما فهمت شو المشكلة؟ وين المشكلة؟ أبداً والله ما في مشكلة. اليوم ساعتين إضافيات، بكرة بصيروا ساعتين لليات. شو بدي أقول له جيران لما يشوفوك جاي على البيت بنص الليالي؟ أنا ما عم بعمل شي غلط وما بيهمني حكي الجيران. أنا بيهمني حكي الجيران، بس أنا مضطرة أشتغل لأنه مصروف البيت صار كبير ونحن بحاجة لمصاري. والله عم بتربحيني جميلة إنه أنت عم تشتغلي وأنا قاعد. العمى ما أوعحك. عم تضربني، عم تضربني يا وليد، عم تضربني بعد كل هالسنين اللي استنيتك فيه. عم بستناك، ما خليت حدا يلمس ضفري. كنت عم بشتغل واشقى واتعب مشان ربي هالولد لبين ما ترجع. عم تضربني ولك انا بستاهل، بستاهل اكثر من هيك. اضربني، اضربني كمان، اضربني لاني بستاهل. جميلة يا عم. يي يي، ليش لحتى يضربها؟ ليش؟ فوق كل تعبها بهالحياة، لك ناطرته سنين وسنين بيقوم هيك بيعمل فيها. الحرب، الحرب بتغير وبتقسي القلوب. الدم والموت والقهر اللي عاشوا، كل هاي الاشياء وين بدها تروح؟ صار في مخزون كتير كبير من العنف واجباري بده يطلع. عم بتدافع عنه كمان؟ ابدا، انا بالاول كرهته كتير، بس حطيت حالي محله لقيت انه هو مانو مذنب بشي. أصعب شيء على البني آدم لما بيبرر تصرفات غيره. أنا ما عم برر، أنا عم حاول حلل الأسباب والدوافع. لا، أنت مالك مقتنع بالشيء اللي عم تقوله. ما بعرف شو بدي قلك. لا تقول شيء، كمل لي القصة. يلا كمل، شو صار بعدين؟